السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لنستكمل لقائنا في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهو من الموضوعات الهامة في عصرنا الحديث، عصر العلم والتكنولوجيا. فمن خلال الآيات القرآن الكريم وبالأخص الآيات الكونية، نحاول أن نشرح ونوضح مدى الإعجاز في الآيات الكونية، حيث أن الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة علمية أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لقوله: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأيضا يقول النداء لغير المؤمنين، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف ربك أنه على كل شيء قدير. وأيضا النداء للمؤمنين كما ذكرنا سابقا، قال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. فموضوعنا اليوم عن موضوع الأرض، فسوف نتناول عدة موضوعات تتعلق بموضوع الأرض: الجاذبية والمغناطيسية وكروية الأرض وحركة الأرض وصدوع الأرض وفراش الأرض. وأيضا سوف نتناول موضوعات أخرى تتعلق بالأرض، مثل حركة الجبال، مثل عيون الآبار، وموضوعات كثيرة إن شاء الله سوف نتكلم أو نتحدث عنها بإذن الله تعالى. بداية، أنواع الأرض. هناك نوعين من الأرض: أرض الجرز التي لا تنبت، اللي هي تعتبر أرض صحراوية، وأرض هامدة، لقوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. وأيضا النوع الآخر من الأرض هو الأرض الهامدة، التي إذا أنزلت عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، لقوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أيضا من أحد النعم العظمى التي أنعم الله بها علينا هي نعمة الجاذبية، فإن الأرض لها مجال، لها قوة جاذبية، وعرفت قانون الجاذبية من العالم نيوتن عندما كان جالس تحت شجرة، فإذا بتفاحة تسقط على الأرض، فقد فكر كثيرا في ما هو سبب سقوط هذه التفاحة على سطح الأرض، فلم يجد تفسيرا إلا أن أوضح أن الأرض لها جاذبية تجذب الأجسام نحوها. فكل جرم أو كل كوكب له جاذبية، ومن هنا أستنتج قانون الجاذبية، أن الجاذبية تساوي ثابت الجاذبية في حاصل ضرب كتلتي جسمين يجذب بعضهما البعض على مربع المسافة بينهما. ومن الدلائل التي أو الإشارات التي ذكرت في القرآن توضح أن هناك جاذبية للأرض،
هو العروج في السماء، الحركة في السماء، الحركة في الفضاء. فمن المعروف ومن المدرك أن الحركة على سطح الأرض تكون في خط مستقيم، لأن الأرض ممهدة وممتدة، والله سبحانه وسطها، فنجد أن الحركة تكون في خط مستقيم. بينما الحركة في الفضاء أو العالم الخارجي تكون في حركة شبه دائرية التي تعرف بالعروج. ومن أحد الدلائل التي توضح أن الحركة في الفضاء تكون حركة عروج هذا الشكل الواضح أمامنا، هو عبارة عن ضوء يأتي من نجم بعيد يبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، فنجد أن انحراف الضوء نجد أن الضوء قد انحرف عن مساره الخط المستقيم، بما يدل على أن الحركة في الفضاء تكون في حركة عروج. ومن الأمثلة الأخرى، عندما استكشفت أو صممت سفن الفضاء ومركبات الفضاء وحتى الأقمار الصناعية، فعندما تنطلق فإنها لابد أن تأخذ مسار غير خط مستقيم، أي أنها تعرج في مسارها. فما سبب أن العروج؟ يجب أن تكون الحركة في الفضاء حركة في شكل غير الخط المستقيم. السبب هو الجاذبية، لأن لكي يتخلص الجسم المنطلق في الفضاء من جاذبية الأرض، فأسهل طريقة للتغلب على قوة الجاذبية أن ينطلق في مسار غير عمودي على سطح الأرض، أي مسار منحني، وينتقل من حلقة إلى أخرى حتى يفلت من جاذبية الأرض. لأن لو انطلق الصاروخ أو المكوك الفضاء في مسار دائر في مسلك متعامل على سطح الأرض، فتكون قوة الجاذبية أكبر ما يمكن. والدليل على ذلك في عهد الفراعنة لما بنوا الأهرامات، فكانوا لكي يرفعوا كتل حجرية كبيرة ضخمة الحجم، فلابد أنهم كانوا يبنوا مستوى مائل على الحائط البناء حتى يستطيعوا أن يرفعوا هذا الحجر ذو كتلة كبيرة إلى أعلى المبنى. فالحركة في خط مائل تضعف من قوة الجاذبية، وبالتالي يستطيع الجسم المتحرك أن يفلت من الجاذبية. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي أن الحركة تكون حركة غير خط مستقيم أو شبه دائرية في الفضاء أو العالم الكوني. أيضا من خصائص الأرض المغناطيسية، معروف أن جوف الأرض، مركز الأرض أو لب الأرض، يتكون من الحديد والنيكل. ومعروف أيضا من خلال القرآن الكريم أن الحديد نزل إلى الأرض، وهو العنصر الوحيد الذي لم يتكون من ضمن العناصر الموجودة في الأرض، لقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقد ثبت علميا لكي تتكون ذرة حديد فلابد أن تتوافر ظروف من درجة الحرارة العالية المرتفعة، لابد أن توافر درجة حرارة عالية مرتفعة جدا. هذه درجة الحرارة لا توجد على سطح الأرض، بل هي توجد في المستقرات الحرارية في النجوم اللي هي أكبر حجما من أضعاف أضعاف نجم الشمس. وأن هذا الحديد ينزل عن طريق النيازك والشهب التي تسقط على الأرض. فهذا المجال المغناطيسي فهذا الحديد الموجود في لب الأرض
جعل الأرض لها مجال مغناطيسي يمتد مئات الكيلومترات في الغلاف الجوي. فكما نشاهد هنا أهو في هذه الصورة، هذا هو لب الأرض موجود به الحديد، وهذه خطوط المجال المغناطيسي الممتدة مئات الكيلومترات خارج نطاق الأرض في الغلاف الجوي. ماذا يفعل هذا المجال المغناطيسي؟ هذا المجال المغناطيسي هنا هو في الشكل ده واضح جدا، هذا الأرض، هذه الكرة الأرضية، وهذا يمثل هنا خطوط الفيض المغناطيسي أو خطوط المجال المغناطيسي. هذه الخطوط تقابل السنة الشمسية أو الرياح الشمسية الآتية من نجم الشمس وتعكسها بعيدا عن الأرض، أي أنها تحمي الأرض من خطر هذه الأشعة الكونية الضارة التي تسقط على سطح الأرض. وصدق الله العظيم إذ يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فأيضا كما أن الأرض لها مجال مغناطيسي فلها أيضا غلاف جوي للأتموسفير. هذا الغلاف الجوي أيضا متكون من عدة طبقات، من التروبوسفير والستراتوسفير والإكسوسفير والميزوسفير والأيونوسفير. كل طبقة من هذه الطبقات أيضا لها دور في حماية كوكب الأرض. فنجد في طبقة التروبوسفير توجد طبقة الأوزونوسفير، هذه الطبقة بتعكس الأشعة الكوكب النسيجية الضارة إلى الفضاء الكوني. أيضا من ضمن الفوائد بالنسبة للمجال المغناطيسي إذا توجد في ضمن أغلفة الغلاف الجوي أحزمة تعرف بأحزمة فان ألن المغناطيسية. هذه الأحزمة أيضا بتعكس الأشعة الضارة والأشعة الكونية الآتية من الشمس، وهذه الأشعة تسقط على في على عند القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. فنجد أيضا هذه الأشعة تسبب ظاهرة تسمى بظاهرة الفجر القطبي، وهي تسقط أشعة ضوئية ذات ألوان مختلفة ومتعددة في على القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. أيضا من الظواهر التي استحدثت بفعل الإنسان، بفعل ضرر الإنسان بالبيئة وطغيان الإنسان على حسن الحفاظ على البيئة من خلال التكنولوجيات الحديثة التي ابتكرها من مصانع وسيارات وطائرات إلى آخره، أدى إلى فساد في الغلاف الجوي، مما أدى إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون التي سببت ظاهرة الاحتباس الحراري. فهذه طبقة ثاني أكسيد الكربون بتعكس جزء من أشعة الشمس فترفع من درجة الحرارة، مما تسبب ذوبان الجليد الذي يسبب الفيضانات التي تدمر كل كون موجود على سطح اليابسة. وصدق الله العظيم إذ يقول على فكرة مفيش صفحة واحدة بس مفتوحة، هي دي بس المفتوحة. الصوت معرفش بقى، الصوت واضح دلوقتي. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر هو نتيجة فعل الإنسان وعدم التعامل السوي مع مكونات ومعطيات البيئة. ننتقل بعد ذلك إلى خاصية من خواص الأرض ألا وهي كروية الأرض، أي الأرض كروية الشكل. هناك دلائل كثيرة أو
توضح ان الارض كرويه الايه الشكل، احد هذه الدلائل الا وهي ان الارض القشره الارضيه مقسمه الى عده الواح تكتونيه، وكل نوع من الالواح التكتونيه عليه قاره من قارات العالم، وهذه الالواح تجزأ الى قطع جنبها جنب بعضها الى بعض، فلا يمكن ان هذه القطع تكون متجاوره الا اذا كانت الارض كرويه الشكل. هذا من ناحيه. الناحيه الاخرى ان الله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار، فلا يمكن ان يكون ويكور النهار على الليل، فلا يمكن ان يكون الليل يتكور على النهار او النهار يتكور على الليل الا اذا كانت الارض كرويه الشكل. وأيضا وهذا لقوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وبالنسبة للقطع المتجاورات أشير إليها في قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ألا إن هناك إشارة أخرى، وهي يعني دليل الإبهار، ألا وهي تظهر في قوله تعالى: وأذهب في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتينا بكل فج عميق. لما ذكرت كلمة عميق ولم تذكر كلمة بعيد؟ فهنا لو ذكرت كلمة بعيد لأوضحت أن الأرض تكون في مستوية، في أن الحركة على الأرض تكون في خط مستقيم، أو أن الأرض تكون تأخذ شكل ما مثل مستطيل أو مربع، أي أن يكون لها حافة، أي ممكن أن تسقط من هذه الحافة الأشياء، ولكن نرى أن الأرض كروية لا تسقط من على ظهرها أي جسم ما. وهنا دلالة كلمة عميق هنا للدلالة على أن الأرض كروية الشكل وليست مستوية مثل مربع أو مستطيل أو أي شكل هندسي آخر، فإن كلمة عميق غير لها معنى ولا بعد تاني غير كلمة بعيد. فسبحان الله تعالى. وهناك إشارات ودلالات كثيرة جدا توضح أن الأرض كروية الشكل. هنا في هذه الصورة نجد بداية تكوين الأرض أنها كانت عبارة عن، طبعا الأرض معروف أنها انفصلت عن الشمس في بداية الخلق، وفي بدايتها كانت عبارة عن كتلة واحدة أي قارة واحدة تعرف بقارة أم القارات أو البانجيا. ثم مع الزمن، مع آلاف السنين، هذه القارة قد انفصلت إلى عدة قارات إلى أن وصلت في عصرنا الحالي القارات المعروفة في عصرنا الحالي. أيضا في هذا الشكل يوضح في هذا ما هي نعم إن الأرض بيضاوية بس ولكن تأخذ شكل كروية، حتى لو إحنا تخيلنا إحنا لا ننظر إلى الأرض كأنها كتلة كأنها قشرة أرضية التي نعيش عليها، بل نعتبر أن الغلاف الجوي جزء من الأرض. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض، طب كيف نسير في الأرض؟ فهنا ثبت علميا أن الغلاف الجوي جزء من تكوين الأرض. فالأرض تكون من غلاف جوي، غلاف مائي، تكون من غلاف صخري والغلاف الحيوي. فالغلاف المائي معروف، كل البقع المائية الموجودة على ظهر الأرض تمثل الغلاف المائي، أما الغلاف الصخري يمثل القشرة الأرضية
الغلاف الهوائي الذي يحيط بالكرة الأرضية، والغلاف الحيوي الذي يشمل كل جزء توجد به حياة، سواء كان في الغلاف الهوائي أو في الغلاف الصخري أو في الغلاف المائي. وحتى صورة الأرض من الفضاء وجد أنها كروية الشكل. والحكمة في وأن الأرض لا ليست كروية فقط، بل أنها تدور حول محورها ومائلة بزاوية 23 درجة ونص، التي تسبب حدوث الفصول الأربعة، ودورانها حول محورها يسبب اختلاف الليل أو الليل والنهار أو تعاقب الليل والنهار. وأيضا دورانها حول في مسار أو في فلك حول الشمس أيضا يمثل الفصول الأربعة كما ذكرنا. والأرض والشمس والقمر كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، فمن خلالها يعرف الإنسان الحساب، يعرف الشهور، يعرف مواقيت الصلاة، يعرف كل شيء. فالشمس يعني تدير علينا الدفء والحرارة والضوء، فسبحان الله تعالى. نرجع لموضوعنا إلى الأرض، فنجد أن القشرة الأرضية كما قلنا مقسمة إلى عدة قطع. هذه القطع تعرف بالألواح التكتونية، بليت تكتونكس. هذه البليت تكتونكس مع العلم أن الأرض تتحرك، ألا هي هذه الألواح أيضا تتحرك، ولكن حركة بطيئة جدا لا نشعر بها. فهناك عدة احتمالات لهذه الألواح، أنها ممكن أن تتصادم أو تتباعد بعضها عن بعض، أو ينزلق إحداها مع الآخر، كما نشاهد في هذه الصورة أو هذه السلايد، هذه اللوحة. فنجد أن هناك هذه قارة أفريقيا، هنا قارة أمريكا الجنوبية، هنا ينزلق لوح محيطي، أسفل لوح قاري اللي بيكون جبال الإنديز. أيضا في المحيط الهادي هنا يحدث في انفراج داخل المحيط، فيحدث في ابتعاد اللوحين بعضهما عن بعض. هنا في المحيط الهندي أيضا يحدث في انزلاق في ألواح المحيط. هنجد طالما أن الأرض مقسمة إلى قطع اللي متجاورات اللي عرفت بالبليت تكتونكس، إذا لابد وهي في الأصل كروية الشكل، فإذا لابد من هناك ماسك لهذه القطع، وإلا قد تناثرت في الفضاء الكوني. وهنا الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض فيها رواسي اللي هي الجبال الشاهقة، كما نشاهد كل هذه الخطوط الحمراء تمثل جبال موجودة في قارات العالم. نجد جميع القارات محاطة بسلاسل من الجبال، لأن الجبال الله سبحانه وتعالى جعلها أن هي أن تمسك الأرض من أن تضطرب. وصدق الله العظيم إذ يقول: وجعلنا فيها إيه؟ وجعلنا في في وجعلنا الجبال رواسي أن تميد بكم. فأن تميد بكم أي أن تضطرب بكم الأرض. هنا أيضا برضو خاصية من خصائص الأرض اللي هي دح الأرض، لقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. دحاها هنا لها معنيان. المعنى الأول بالنسبة لشكل الأرض أن تأخذ شكل الدحية كما نراه بهذا الشكل اللي هو شكل بيضاوي أو كروي، الشكل كما نشاهد في هذه الصور. والمعنى الآخر اللي هو فسرت فيما بعد كلمة دحاها، فسرت بماذا؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. أي هنا نجد أن أصل الماء يأتي من الأرض، لا كما هو معروف لجميع تقريبا أغلب البشر أنهم يعرفون أن الماء يسقط من السماء، ولكن في الأصل تكوين الماء يأتي من باطن الأرض، أي من داخل القشرة الأرضية، لأن هناك تحدث هناك براكين. هذه البراكين ينطلق معها كميات رهيبة جدا من
بخار الماء وغازات أخرى مثل ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون في حد ذاته مهم جدا بالنسبة للنباتات، لأن من خلاله هتقوم عملية البناء الضوئي وتكوين الغذاء، وبالتالي يتغذى على النبات الحيوان ومن ثم الإنسان. إذن أخرج منها ماءها ومرعاها، وطبعا الماء لا غنى عنه لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأيضا البراكين عند صعودها لسطح الأرض ليس تأتي فقط ببخار الماء وغازات أخرى مثل ثاني أكسيد الكربون، بل تأتي بكميات رهيبة من الحمم البركانية. هذه الحمم البركانية بعد أن تبرد تصبح أرض خصبة ومن أجود الأراضي الصالحة للزراعة. فسبحان الله تعالى الذي قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعجب، كل العجب في موضوع الدحية، أن هناك عالم أجنبي قام بدراسة حجم الدحية أو البيض حسب سمك القشرة بتاع الدحية وسمك ونصف قطر الدحية، قسمهم على بعض، وأيضا في نفس الوقت حسب سمك قشرة الأرض وعلى نصف قطر الأرض، وقسم الاتنين على بعض اداله قيمة ثابتة تقريبا تساوي أو تعادل 2. فهذا يدل على أن أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض في شكل الدحية. وسوف نشاهد بعض لقطات الفيديو توضح لنا كيفية قيام العالم الأجنبي بقياس سمك البيضة ونصف القطر وعمل معادلة رياضية. أوضحت أن قسمة نصف القشرة قطر القشرة نصف سمك القشرة على نصف قطر البيضة أو الدحية يساوي سمك القشرة الأرضية على قسمة على نصف قطر الأرض. لقائك، وسوف نشاهد هذا الفيلم القصير في كيفية حساب هذه المعادلة. سوف نشاهد كما شاهدنا. العالم جاب البيضة وحسب سمك القشرة وحسب نصف القطر بالنسبة للبيضة، كذلك حسب نصف قطر القشرة الأرضية على نصف قطر الأرض، وجد إن النسبتين متساويتان، مما يدل على إن فعلا إن الأرض دحية الشكل أو غروية الشكل.
أيضا من خصائص الأرض أنها ذات صدوع كما نشاهد في هذه الخريطة. هنا هو هنجد كل القيعان البحار والمحيطات العالم كلها عبارة عن صدوع، وهذه الصدوع متصلة بعضها البعض كأنها صدع واحد. وصدق الله العظيم إذ يقول والأرض ذات السطح في سورة الطارق. فهنا وصف دقيق جدا، أي كأنها كأن إيه هذه الصدوع كلها كأنها صدع إيه واحد. وأيضا أن هذه الصدوع هي مخرج للبراكين التي تتفجر في قاعان البحار والمحيطات، التي تشكل فيما يعرف أيضا بالبحر المزور. والبحر المزور هنا هو أيضا ذكر في سورة الطور، أي البحر المتوهج بالنيران. فلا شدة النيران لا تستطيع أن تبخر الماء ككل، ولا كثرة كميات المياه لا تستطيع أن تطفئ النيران بسبب شدتها. فسبحان الله تعالى، ولم يعرف البحر المزور إلا بعد اختراع الغواصات والسباحة في الأعماق العميقة، وأيضا الكاميرات التي تصور كل ما يحدث في قاعان البحار والمحيطات. فأيضا هذه البراكين هي مخرج ومنفذ للضغط الجوي، للضغط بداخل القشرة الأرضية من ناحية، من ناحية أخرى تقوم بتدفئة المياه المحيطات العميقة لكي تستطيع الكائنات البحرية أن تعيش في هذه البيئة. وأيضا من خلال هذه البراكين تستطيع الكائنات أن تحصل على غاز ثاني أكسيد الكربون. أيضا فهي ذات فوائد عظيمة جدا، فسبحان الله تعالى. هنا هو يمثل جزء برضه قطاع من الأرض. هنا الجزء اللي فوق ده يمثل القشرة، الجزء اللي تحت يمثل منطقة الوشاح أو المنتل، دي سمكها يصل إلى حوالي 2900 كيلومتر. هذه المنطقة دائمة بها تفاعلات نووية وتفاعلات كيميائية تؤدي إلى حدوث أو تيارات الحمل أو تيارات النقل. هذه التيارات التي تقوم بعملية تآكل من أسفل القشرة، مما تؤدي إلى حدوث صدوع في قاعان البحار والمحيطات. وأيضا هي التي تسبب تحرك الألواح التكتونية المكونة للقشرة الأرضية التي عرفت بالقطع المتجاورات. النار التي في البحار هي ليست يعني السبب الرئيسي في تبخر المياه من الأرض، لكن السبب الرئيسي هو أشعة الشمس. أشعة الشمس تسقط على البحار، على أسطح البحار والمحيطات، فتقوم بعملية تبخير المياه. ولكن كميات الرهيبة من المياه لا تستطيع أن تطفئ شدة النيران المسجرة في قاعان البحار والمحيطات نتيجة انبساط البراكين التي تكون جزر داخل أسفل أو خلال المياه، أو جزر سطحية نراها مثل جزر الفلبين واليابان وإندونيسيا. فهنا على حسب قوة اندفاع البركان، فيمكن أن يتكون في قاعان البحار أو يمكن أن يتصاعد إلى أعلى سطح المياه حسب قوة وشدة البركان نفسه. لكن السبب الرئيسي في تبخر المياه من على الأرض هو أشعة الشمس. وهناك عدة أوصاف أخرى من خلال القرآن الكريم يمكن عرضها. يقول الله سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، وقال في سورة البقرة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهنا نقف عند قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فكلمة فراشا يعني تشبه الفراش، وهي بالفعل
هي الأرض فراش، كيف نعرف ذلك؟ ذكرنا سابقا أن الألواح التكتونية تسمح على طبقة لدنة شبه منصهرة شديدة الحرارة والضغط اللي تعرف بالمنتل أو الوشاع، فإذا حدث ضغط ما على سطح القشرة الأرضية في منطقة ما فيحدث انفراج في منطقة أخرى مثلها مثل تماما، كما لو كان فراش على سرير، فإذا حدث ضغط على منطقة ما يحدث انفراج في منطقة أخرى، فكما لو كانت الأرض عبارة عن فراش. والسماء بناء، فمعروف أن السماء إيه بناء، لقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون. إذن لو فتحنا عليهم بابا من السماء، أي أن السماء عبارة عن بناء، وأي بناء فلابد له من باب، ولكن السماء إذن السماء بناء والأرض إيه فراش. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الزاريات: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ويقول تعالى: الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ويقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا، أي الأرض مستقرة، وسبب استقرار الأرض هو الجبال، لأن الجبال هي التي تثبت القشرة الأرضية من بعد أن تضطرب. وجعل خلالها أنهارا، وفيها أنهار، وجعل لها رواسية، رواسية اللي هي الجبال الراسية العالية، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ومنطقة البرزخ اللي هي الحاجز بين البحرين سوف نتناولها في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي أن الأرض وما عليها كل مذلل لخدمة الإنسان. ويقول: والله جعل لكم الأرض بساطا، ألم نجعل الأرض كفاتا والأرض وما طحاها. فكل هذه أوصاف وغيرها كثير جدا من الآيات توصف الأرض. ومع ذلك كله أن الأرض التي نراها في أعيننا حجمها كبير وضخم، ألا أنها بالنسبة مقارنتها بالكواكب الأخرى نجدها أنها عبارة عن بقعة في صحراء. كذلك الشمس التي نراها هي أكبر حجم، أكبر أضعاف من حجم الأرض، أيضا هي وجد بمقارنتها بنجوم قد تم اكتشافها حديثا ما هي إلا أيضا بقعة في صحراء. فإن دل ذلك يدل على اتساع الكون، ويدل أيضا على أن الكون ما زال يتسع ويتسع إلى أن يشاء الله. وصدق الله العظيم إذ يقول: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث في معناه يوصف حجم الأرض أو يوضح مدى أن الأرض ليست لها قيمة: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فإن لا شيء يدل على أن الدنيا لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. فالأرض ذر صغير إذا قررناه بالأجرام الأخرى السماوية. وأيضا يوجد من الأرض 7 أراضين، وأيضا من السماء 7 سماوات، لقوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتقل هذه الصورة عن سلايد، هنا توضح أن سطح طبوغرافية الأرض عبارة عن جبال وهضاب وتلال وبحيرات وبحار وأنهار، أي أن الأرض مذللة للإنسان يستغلها كيف يشاء. فصدق الله العظيم إذ يقول: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أيضا من الفوائد التي تعود على الإنسان ثروات الأرض أو خيرات الأرض. فمعروف أن خيرات الأرض لا تعد ولا تحصى، لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهناك ثروات عديدة، سواء كانت بداخل القشرة الأرضية أو في المياه البحار والمحيطات، في كل مكان نجد هناك خيرات وثروات عظيمة، لقوله تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. وهنا يمكث غير كلمة يسكن، فيمكث هنا تكون لفترة محدودة ثم تنتهي. أما كلمة يسكن فهو الموطن الرئيسي لهذا الشيء. فكما شرحت سابقا أن ثروات البراكين، مع العلم أن هي في ظاهرها أنها مدمرة، ألا أن هي تفيض علينا بالخيرات الكثيرة من الحمم المرجانية التي تصبح فيما بعد أرض خصبة زراعية، أو تصبح فيما بعد مناجم ومحاجر يأخذ منها الخامات ذات قيمة اقتصادية. أيضا البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية، كل ده مخزون في طبقات القشرة الأرضية تحت سطحية. فصدق الله العظيم إذ يقول: أما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. ولكن عملية الرزق لها علاقة بإيمان الناس بخالق البشر وخالق الخالق سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. والعجب كل العجب أن الناس يظنون أن الرزق في الأرض، ولكن هو في الأصل في السماء. في الأصل الرزق موجود في السماء، لقوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فسبحان الله تعالى. فالناس تظن أن الرزق موجود في الأرض، لكن هو في الأصل في السماء. ده بالنسبة للظاهر، أي كما هم يظنون أن أصل الماء يأتي من السماء، ولكن هو في الأصل يأتي من الأرض، لقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فلابد أن نصل إلى حقائق الأمور من خلال الآيات القرآنية. أما بالنسبة للبترول والغاز الطبيعي، فقد أشير في قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وأيضا أشير في سورة الرعد: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقد وجد علميا أن أصل البترول أو الغاز الطبيعي من النباتات والغابات التي قد دثرت من آلاف السنين أو من مئات السنين، وتحولت بفعل الضغط وارتفاع درجة الحرارة إلى زيت الصخر الذي يعرف بزيت البترول، الذي يعرف بالبترول والغاز الطبيعي. أيضا هنا هوت هناخد مقارنة بسيطة ما بين الماء وبين البترول والغاز الطبيعي. فهما من السوائل، وهما من الأشياء الضرورية التي لا يمكن الإنسان أن يستغني عنها، أو بالأخص الماء. فنجد وصف أو إشارة إلى الماء بأن أصل الماء كما قلنا موجود في القشرة الأرضية، ودلالة أخرى على هذا، على أصل الماء موجود في القشرة الأرضية، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض.
وإنا على ذهاب به لقادرون. فكلمة فأسكناه أي أن المسكن الطبيعي للماء موجود في الأرض. ولكن ننظر إلى الإشارة إلى البترول والغاز الطبيعي وكل ما هو ينفع الناس، نجد إشارة إليه بقوله تعالى: وأما ما ينفع الناس فينكثه في الأرض. فهنا المكس هنا يكون لفترة وجيزة ثم ينتهي، أي من خلال هذه الآية نعرف أن البترول والغاز الطبيعي سوف ينتهي إن آجلا أو عاجلا. ولهذا لابد أن ننتبه إلى البحث عن مصادر للطاقة غير البترول والغاز الطبيعي، مثل الطاقة موارد الطاقة المتجددة. فسبحان الله تعالى. نجد أيضا اختلاط أنواع المياه المختلفة بعضها عن بعض، مثلا اختلاط الماء العذب بالماء المالح. فماذا نجد؟ نجد أن هناك حاجز أو برزخ عرف باسم البرزخ، وهو كما تم تصوير هذا دي منطقة الدلتا، هي هنا هو تمثل لنا الماء العذب من نهر، وهنا الماء المالح يمثل ماء البحر. فهنا حاجز موجود أهو مصور يوضح منطقة البرزخ بين الماء العذب والماء المالح. أيضا في أيضا وتواجد البترول والغاز الطبيعي والماء، فيكون تسلسلهم الماء ثم البترول ثم الغاز الطبيعي طبعا لكثافة كل منهم. فأيضا نجد حاجز موجود ما بين البترول والماء. فسبحان الله تعالى. ننتقل إلى خاصية أخرى من خصائص الأرض، ألا هي الحركة. طبعا كلنا نعرف أن الأرض تتحرك من خلال الظواهر الطبيعية التي نشاهدها مثل تعاقب الليل والنهار. أيضا في آيات أخرى كثيرة جدا توضح حركة الأرض، لقوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. طالما أن هناك مشرق ومغرب في منطقة ما، وإلا أن محور الأرض يميل بداية 23.5، إذا لابد أن تكون هناك عدة مشارق وعدة مغارب. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وأيضا قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكلمة يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فهنا عند بداية خلق الأرض كان الليل والنهار أو دوران الأرض كان سريعا جدا، لدرجة أن الليل 4 ساعات والنهار 4 ساعات، ولكن بدأت الأرض أن تبطئ من حركتها حتى أن وصلت في وقتنا الحالي أن يصل النهار حوالي 12 ساعة والليل 12 ساعة. فكل هذه الآيات تدل على أن الأرض ذو حركة أو في حركة دائما. أيضا هناك يعني عدة نفرق بين مشرق، كلمة المشرق والمغرب وردت في القرآن مرة مفرد ومرة مثنى ومرة على جمع. فماذا تعني المفرد والمثنى والجمع في هذين الكلمتين؟ فكلمة المشرق والمغرب تعني في بداية خلق الأرض كان لها مشرق واحد ومغرب واحد. والمشارق والمغارب كما قلنا إن دوران الأرض يسبب أن تكون هناك عدة مشارق ومغارب على سطح القشرة الأرضية. أما المشرقين والمغربين يدلان على المشرق عند بداية خلق الأرض والمشرق الثاني عند نهاية الأرض، لأن عندما تنتهي يأذن الله سبحانه وتعالى لانتهاء الكون أو انتهاء الأرض، فإن الأرض تبطئ من حركتها لدرجة أنها تغير من اتجاه دورانها، فيصبح المغرب مشرق والمشرق مغرب، فأصبح هنا مشرقين ومغربين. وصدق الله العظيم إذ يقول:
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ويقول في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين. وأين يقول في سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أما عن اختلاف دوران الأرض وطلوعها من المغرب وغروبها من المشرق، قال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي أن المغرب سوف يصبح مشرق والمشرق سوف يصبح مغرب عند بداية قيام الساعة. أيضا تكلمنا عن أن موضوع الجبال هو الأساس أو المثبت للقطع المتجاورات المكونة للقشرة الأرضية التي تعرف بألواح التكتونة. فهنا هو كيف نشأت الجبال وما أنواع الجبال. طبعا العلم الحديث يصنف الجبال على حسب ارتفاعاتها، بداية من حوالي 300 متر فيما فوق يبدأ تصنيف الجبال سواء كانت متوسطة الارتفاع شهيرة الارتفاع. ولكن من خلال القرآن الكريم نجد أن هناك نوعين فقط من الجبال، إما جبال تكون شديدة الاستقامة كما نشاهد في هذه الصورة هذه اللوحة، أو جبال مطوية تاخد شكل طية كما نشاهد في هذا الشكل. وهذا نعرفه من قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. عوجة يعني معوجة يعني مطوية كما نشاهد، أمتا يعني شريط الاستقامة. فإن كانت الآية تدل على مظهر من مظاهر الآخرة، ألا ممكن أن نستخرج أو نستنتج منها أن الجبال موجودة لإما تكون شريط الاستقامة أو مطوية في الشكل. وهنا أيضا في كيفية أيضا تكوين الجبال، قلنا إما تصادم الألواح التكتونية بعضها ببعض أو انبثاق البراكين من القشرة الأرضية. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدوا. فكلمة ألقى عكس كلمة وأنزلنا، لقوله تعالى في سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يبقى إذا النزول عكس كلمة ألقى، يبقى إذا ألقى هنا تشير إلى انبثاق البراكين من القشرة الأرضية مكونة السلاسل الجبلية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجبال الأطلس الغربي إلى آخره. وأيضا أما في قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فهنا وجعل فيها رواسي من فوقها هنا دلالة على بداية خلق الأرض، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض جعل فيها رواسي أي جبال لكي تمسكها من أن تضطرب أو أن تميل. سبحان الله تعالى. هنا هو انزلاق الألواح، هو يمثل هو انزلاق الألواح مثل جبال أو صدع سانت تريس في شمال غرب أمريكا الشمالية. وهنا هو اندساس الألواح أو مثل جبال الروك أيضا في أمريكا الشمالية. أيضا هنجد أن الأرض كما وضحنا لها ذو حركة تتحرك سواء حول محورها أو في فلك حول الشمس. أيضا كما وضحنا أن الجبال اللي هي راسية وممسكة للقطع الأرضية، ألا في نفس الوقت أن هذه الجبال نجدها تتحرك حركة بسيطة لا ترى بالعين المجردة، ولكن قد عرف علميا ما انها تتحرك من حركة الألواح التكتونية
المكونة للقشرة الأرضية كما شرحنا إن الألواح تتباعد أو تتقارب أو تنزلق بعضها مع بعض، ولكن أشئت إلى حركة الجبال في قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهنا نشاهد الجبال كأنها كتل صخرية ضخمة صلبة صامتة لا تتحرك في الظاهر، ولكن هي تمر مر السحاب. فالله سبحانه وتعالى وصفها بأنها تمر مر السحاب. فهنا كما نشاهد إذا حدث انبساط مراكين في منطقة ما، فلا بد أن هذه الألواح التكتونية التي تعرف بالقطع المتزاورات أن تتحرك بعضها عن بعض، فبالتالي الجبال تتحرك بعضها عن بعض. وإذا حدث تحرك أي حدث مد في الأرض، وهنا يقول الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها وأعقبها بإيه؟ وألقينا فيها رواسي اللي هي الجبال. إذن بانبساط البراكين اللي تكون الجبال يحدث في مد في الأرض، في اتساع في القشرة الأرضية، أي أن الجبال تتحرك ولكن حركة بسيطة. وبالفعل وجد أن البحر الأحمر يتسع سنويا حوالي 1.5 سم أو إلى 3 سم كل سنة، وهو في المستقبل سوف يصبح محيطا، بما يدل على أنه تحدث حركة للألواح التكتونية وبالتالي حركة للجبال الممسكة لهذه الألواح. فسبحان الله تعالى، فهناك حركات داخلية داخل الأرض وحركات سطحية على الألواح التكتونية، وفي نفس الوقت تدور الأرض حول نفسها حول محورها، وفي نفس الوقت تدور في مسلك أو في مدار أو فلك حول الشمس. فسبحان الله تعالى. وطالما أن حدث هناك مد في منطقة ما، فلا بد أن يحدث نقص في منطقة أخرى، وهذا مما يدل على كروية الأرض لقوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إذا ربما حدث هناك مد في منطقة ما، لابد أن يحدث في نقص في المنطقة الأخرى. نقص هنا بعد اقتراب الألواح التكتونية بعضها من بعض، أو يمكن تصادمها بعضها مع بعض، أو انزلاق بعضها مع إيه؟ مع بعض. هنا في هذه الشريحة سوف نشاهد أن البركان هو من قاع البحر أو المحيط، وحوالين منه كائنات بحرية متعددة، مما يدل على أن هناك علاقة وثيقة جدا بانبساط البراكين في جوف الأرض التي تمثل البحر المنظور في قاع البحار والمحطات. وقد تم تصوير هذه البيئة من خلال هذه كاميرات التصوير كما نشاهد. فسبحان الله تعالى. هنا أيضا في هذه السلايد أو اللوحة أيضا هنا نشاهد انبساط البراكين نتيجة انبساط لوح محيطي أسفل لوح قاري، فتنبثق سلاسل من البراكين أهي جبال بركانية في وسط المحيط كما نشاهد في هذه السلايد. دي شرحناها قبل كده. هنا تمثل الألواح التكتونية اللي هي تمثل قطع المتجاورة، إما تتصادم كما نشاهد أو يتباعد بعضها عن بعض وتنبثق البراكين، أو يندثر لوح محيطي أسفل لوح قاري، أو ينزلق بعضها مع إيه؟ مع بعض كما نشاهد في هذه الرسومات. هنا هو هيمثل شرق أفريقيا، الفارق الأفريقي العظيم. هنا يمثل البحر الأحمر هو، ويحدث فيه امتداد اتساع كما نشاهد. هذا الاتساع سوف يمثل فيما بعد محيط. وقد تم تصوير بالفعل من التصوير الجوي من خلال الأقمار الصناعية هذه منطقة في جنوب البحر الأحمر. كما نشاهد لا توجد هنا براكين. هنا في تم تصويرها بعد فترة عزيزة إذ إيه صعود انبساط بركان وسط البحر كما نشاهد. فهنا لو قارنا الصورتين ببعض نجد أن هنا حدث
اتساق للبراكين اهوت، بما يدل على ان هو يحدث اتساع في البحر الاحمر. هنا اهوت في الصورة دي مثل تصادم اللوح الهندي مع اللوح الاسيوي، هنا قارة الهند، هنا قارة اسيا قبل التصادم، هنا بعد التصادم اللي كونوا جبال الهيمالايا. طبعا حركة الجبال شرحناها سابقا. هنا هو عند تصادم اللوحين من ألواح القشرة الأرضية هيكون لنا سلاسل من الجبال كما نشاهد. هذا كنموذج أو موديل يوضح كيفية تكوين الجبال. من الشواهد أيضا التي تدل على أن هناك حركات أرضية تحدث داخل القشرة الأرضية، أول حاجة تواجد الصخور الرسوبية في قمم الجبال. من المعروف أن الصخور الرسوبية تتكون نتيجة ترسيب الرواسب من خلال الأنهار والبحار والمحيطات، إذا لابد أن كانت هذه الرواسب بالفعل موجودة أسفل سطح الماء، فيكون نجد هذه الصخور الرسوبية مثل الحجر الجيري موجود في قمم الجبال أو الهضاب، فمما يدل على أن هناك حالة، فلابد أن تكون هناك حالة حركة أرضية الماء أدت إلى رفع المنطقة وانحسار الماء ثم ظهور هذه الصخور على هيئة هضاب أو جبال مثل هضبة المقطب الموجودة بمصر، فكلها عبارة عن صخور جيرية أي صخور رسوبية، فإذا لابد أن يكون في يوم ما لهذه الهضبة ما كانت أسفل الماء. أيضا وجود طبقات من الفحم في مناجم، هذه المناجم أعماقها أسفل من سطح الماء، والمعروف أن الفحم يتكون أساسا من النباتات والغابات، وهذه الغابات موجودة على سطح الأرض، فكنا نجدها أسفل سطح الماء أو داخل المناجم، مما يدل أيضا على أن لابد أن حدث انخفاض في المنطقة مما غمرها بالماء، مما أدى إلى اندثار هذه الغابات وتحولها بفعل ضغط ودرجة الحرارة إلى الفحم. أيضا صخور الفوسفات موجودة في مناجم في أعلى من سطح الماء، ومع العلم أن الفوسفات يتكون من ذوبان هياكل الحيوانات التي تعيش في البحار والمحيطات، فكون نجد أن هذه الهياكل التي تحولت إلى صخور فوسفاتية في مناطق أعلى من سطح الماء، فمن نقول أيضا لابد أن يكون حدث حركة أرضية أدت إلى رفع المنطقة. شأنها مثل تماما الشعاب المرجانية، فالشعاب المرجانية أساسا تعيش في المياه، لكن كون نجدها في قمم الجبال فهذا يدل على أن هناك تحدث حركات أرضية. هننتقل إلى موضوع ولم يسعفنا الوقت لأن نستكمل موضوع الإعجاز العلمي أو السلايدز أو الشرائح التي كان يجب أن نوضحها أو نشرحها، لكن في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نستكمل عن نتكلم عن الينابيع. نتكلم عن أن هناك معروف هناك ينابيع مياه، وهناك معروف أيضا الحفر الوعائية. هنشوف العجب كل العجب أن هناك نهر داخل البحر، هنجد بركان كما شهدنا سابقا أسفل الماء، وبركان في فوق القارة، وبركان في مناطق الجليد مثل بركان أيسلندا. إذا كان المعروف عن الينابيع ممكن أن تكون ينابيع مياه حارة أو مياه عذبة، فممكن الينابيع أيضا تتحول إلى ينابيع رملية، تنبثق الرمال يمكن أن تنبثق من سطح القشرة الأرضية مثل تماما مثل ينابيع المياه. هذا ما سوف نشاهده إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الميعاد. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان هناك أي سؤال فليتفضل أحدكم بأن يسأل.